الآن مشاهدينا الكرام راح نوجه كلمة لهذه البرع من الأوراسية عائشة عباس، باش تعطينا كلمة، من خلال الكلمة راح نستنتجوا النداء نتاعها، وأكيد أنا على يقين تام أن المجتمع الجزائري راح ندير يد في اليد من أجل هذه البرع. ما أنا عباس عائشة من باتنا، بغيت ندير العملية ونرتاح ونولي كيما الناس. من باتنا بغيت ندير العملية ونرتاح ونولي كيما الناس ونقرا باش نولي طبيبة، باش ما نزيدش ندير الدم، باش ما نروحش للسبيطار، نرتاح إن شاء الله.